الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الحاجة الجنسية من الحرية إلى الكبت. علينا أن ندرك تماماً أن ما ندعوه اليوم بالعلاقة الجنسية بين ذكر وأنثى مغايرة حتماً للنحو الذي كانت عليه سابقاً لدى الإنسان البدائي، بل يمكننا الجزم بأن أجدادنا البدائيين لم يعرفوا هذه العلاقة كما نعرفها نحن اليوم، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية، فمن البديهي أن تصاحبها عدة تغيرات نتيجة تطور المجتمعات. وعليه فإننا في مقالنا هذا نتتبع بشيء من التبسيط الرحلة الطويلة والشاقة التي مرت بها العلاقة الجنسية، وكيف تحولت من شكلها المطلق إلى شكلها المقيد، وما أهم القيود التي فرضت عليها. تاريخ الفعل الجنسي. لا نعلم على وجه التحديد طبيعة العلاقات الجنسية لدى الإنسان الأول، لكنه حتما لم يكن يهتم بما ندعوه اليوم الزواج، ولم يكن يعرف مثلا مشاعر الغيرة والإخلاص والوفاء، ومن ثم فهو حتما لم يعرف العلاقة بين الفعل الجنسي وفعل إنجاب الأطفال. ولذلك فإن الإنسان الأول قد افترض أن الأطفال يأتون عن طريق السحر وبعض الفضل من الآلهة، ومن هنا شاعت عبارة الأطفال هبة الله. وما زال سكان أستراليا الأصليون لا يدركون العلاقة بين الفعل الجنسي والإنجاب. تعد الغيرة الجنسية من القضايا الاجتماعية المسلمة بها في وقتنا الحالي، لكن يصعب علينا فهم كيف استطاع الإنسان البدائي التحرر منها، وعلى الأغلب هو لم يصورها كذلك، بل خضعت لتأويلات متعلقة بالحيز المكاني والحافز الاجتماعي. فكيف هذا؟ إن أقوى فرد في القبيلة كانت له حصة الأسد من الإناث، وعندما يكون أمهر الصيادين فإنه يحق له احتكار أجمل الإناث تماما كما يسمح له بأخذ أفضل قطعة لحم، ومن ثم فإن في هذا تعزيزا لنفوذه وسطوته داخل القبيلة، ولذلك كان يستاء من أي محاولة لسرقة إناثه، لأن في ذلك تهديدا لمكانته ونفوذه الاجتماعي وليس بسبب غيرته عليها. وقد كانت ظاهرة إعارة الزوجات ظاهرة طبيعية، بل إن الإسكيمو ما زالوا يمارسون هذه العادة مع الضيوف. يمكننا إذن بلورة حالة الإنسان البدائي من الناحية الجنسية بأنه كائن انصرف بشكل مطلق إلى البحث عن مسببات الحياة ومحاربة الطبيعة، ولم يكن ثمة شيء آخر يشغل باله، فصنف تصرفه الجنسي كباقي التصرفات الحياتية الأخرى التي اعتاد القيام بها يوميا. برزت نقطة المنعطف عندما تفتحت مخيلة الإنسان بتعلمه التفكير، فعندما لم يكن هناك أمر يشغل حياة الفرد كان ينصرف إلى التخيل والتأمل، وبرزت بعد ذلك فكرة الصراع، تليها فكرة القائد أو الملك، واخترع الإنسان الآلهة ثم عين الكهنة لخدمتها. وبذلك تحولت العلاقات القبلية من علاقات ودية إلى مجتمعات مقسمة إلى طبقات، وأصبح القادة فخورين بمواقعهم وصارت إناثهم ملكا لهم، وأي محاولة لسرقة الزوجة أو إغوائها تعد إهانة. فنجد مثلا أنه حين سرق باريس هيلاني من طروادة قضى يونانيون عشرات السنين يسأرون لهذه الإهانة. الحاجة الجنسية من الحرية إلى الكبت. من الطبيعي أن يكون لدى الإنسان حاجات أولية، حاجات فطرية أو حيوانية أو غرائز أو دوافع بدائية، وما يميز الإنسان عن الحيوان في هذا هو القدرة على التحكم بهذه الغرائز إلى درجة معينة، سواء في كيفية الإرضاء أو كميته أو زمنه ودرجة تكراره، وقد تصل قدرته حد رفض سد حاجة معينة. كما علمنا سابقا فإن عملية إرضاء الحاجات الجنسية أو الجماع كانت عملية حرة،
وكان الزواج بمعنى الجماع لا بمعنى عقد زواج كما هو سائد اليوم في المجموعات البشرية. فكانت كل نساء المجموعة متزاوجة مع جميع رجالها، والإنسان يقوم بهذا النشاط كأي نشاط حياتي آخر دون معوقات. وبعد إذن، ومع تطور المجتمع البشري، حدث أول تعقيد لعملية الممارسة الجنسية، ووضع أول قيد لها، وهو تحريم العلاقات بين الآباء والأبناء ذكورا وإناثا، إلا أن الزواج بقي محتفظا بصفته الجماعية، وبقي كذلك عندما وضع ثاني قيد له، وهو تحريم العلاقات بين الأخوة والأخوات وغير الأخوة والأخوات. ومهما كان الأسباب التي دفعت البدائيين إلى وضع هذين التحريمين، ولعل الرغبة في توسيع القرابة مثلا هي السبب، أو فارق السن فيما يخص التحريم الأول، أو لعله تنظيم النشاط الجنسي وتقليل الإسراف فيه، إلا أن هذين التحريمين على كل الأحوال قادا إلى صعوبة استمرار الزواج الجماعي، وأحيانا كثيرة إلى استحالته. يحدثنا فرويد في كتابه توتم وتابو بأن الإنسان البدائي كان ينسب نفسه وعشيرته إلى توتم، وهو في العادة حيوان أو نبات أو قوة طبيعية، وكان يعده حاميه. وحيث كان هناك توتم، كان يحرم على جميع أبناء التوتم الواحد الدخول في علاقات جنسية مع بعضهم البعض. فإذا كان الانتساب عن طريق الأم أو ما يعرف بالماترياركية، يكون الجماع محرما بين الأم وأبنائها ومحللا بين الأب وبناته. أما إذا كان الانتساب عن طريق الأب وهو ما يعرف بالبطريركية، فيكون الجماع محرما بين الأب وبناته ومسموحا بين الأم وأبنائها. وطبعا في كلتا الحالتين كان الجماع محرما بين الإخوة والأخوات. في العصور اللاحقة، أي بعد اكتشاف المعادن، ساد ما يسمى الزواج الثنائي، الذي يقوم على علاقة جنسية رئيسية بين رجل واحد وامرأة واحدة، بالإضافة إلى علاقة جانبية لكل منهما، وقد يقتصر هذا الحق على الرجل فقط، مع حق كليهما في الانفصال لأي سبب وفي أي وقت. فلم يكن هناك زواج مدى الحياة، لكن خلال فترة الزواج الثنائي حدث تطور آخر يتمثل في زيادة سلطة الرجل، ومن ثم زيادة طموحه إلى الاستئثار بالمرأة، فتكون له وحده دون غيره من الرجال. وهكذا ظهرت الأسرة الأحادية البطريركية مع بداية الحضارة، والأسرة المؤلفة من رجل واحد وامرأة واحدة، ومع هذا النمط من العلاقات الجنسية حيث التقييد الجنسي في أوجه، ظهرت الخيانة والدعارة، ولم يكن الزواج أحاديا إلا بالنسبة للمرأة، في حين أن الرجل كان يتمتع بفوائد الزواج الجماعي. وعليه نلاحظ أن تطور العلاقات الجنسية منذ بدء البشرية وحتى عصور الحضارة قد رافقه تطور في سد الحاجات الجنسية من الحرية المطلقة وحتى الكبت النسبي، فصاحبه تطور في مكانة المرأة في المجتمع من الناحية العملية، من مساواتها بالرجل بشكل مطلق في مختلف مناحي الحياة إلى التبعية والعبودية في أحيان كثيرة. نشكركم للاستماع لمقالاتنا المسجلة صوتيا في الباحثون السوريون.